أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية أن مدن مملكة البحرين تمتلك مقومات عمرانية عريقة وتاريخا غنيا بالمنجزات الثقافية والحضارية، وهو ما يدعو الجميع للتعاون والتكاتف من أجل الحفاظ على هذه المنجزات واستثمارها في صناعة بنية تحتية تساهم في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز موقع البحرين الحضاري على مستوى المنطقة والعالم. جاء ذلك لدى تفضل معاليه برعاية الاحتفالية التي أقامتها هيئة البحرين للثقافة والآثار في مركز زوار طريق اللؤلؤ بمدينة المحرق، احتفاء بفوز مشروع إحياء منطقة المحرق بجائزة الأغا خان للعمارة 2019 بحضور معالي الشيخ أمي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي سفراء الدول الشقيقة والصديقة، والسيد فاروق درايخ شايني رئيس جائزة الأغا خان للعمارة وأعضاء لجنة تحكيم الجائزة. وبهذه المناسبة قال معالي الشيخ خالد بن عبد الله: لقد تحققت الثقافة في البحرين، حققت العديد من المنجزات التي ساهمت في رفع مكانة المملكة على المستويات الإقليمية والعالمية، وذلك بفضل ما يلقاه هذا القطاع الحيوي من دعم واهتمام من لدن قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، وإيمان الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الثقافي في الترويج للمكتسبات الوطنية على كافة الأصعدة ودعم صورة المملكة في المحافل المختلفة. وأعرب معاليه عن شكره لمعالي الشيخ أمي بنت محمد آل خليفة وإلى كل من ساهم في تأهيل المحرق للفوز بجائزة الأغا خان للعمارة لعام 2019، مؤكدا أن هذا الفوز يجسد العمل الدؤوب والمتواصل لتصبح البحرين واحدة من أهم المراكز الحضارية الجاذبة للأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والثقافية. وكان مشروع إحياء منطقة المحرق قد انطلق ضمن جهود ترميم وإعادة استخدام الصروح التي قام بها مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة منذ عام 2002 ليتطور المشروع لاحقا ويصبح نموذجا للشراكة والتعاون ما بين القطاعين الأهلي والعام، حيث تعمل هيئة البحرين للثقافة والآثار على استكمال موقع طريق اللؤلؤ المسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. ويهدف المشروع إلى إعادة التوازن للتركيبة الديموغرافية للمحرق وتشجيع العائلات البحرينية على العودة للمدينة من خلال تطوير البنية التحتية الأساسية وإدخال تحسينات على المرافق والأماكن المجتمعية والثقافية. وفي كلمة لها خلال الحفل قالت معالي الشيخ أمي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار: إن موقع طريق اللؤلؤ الذي يجسد حقبة تاريخية غنية ومهمة من تاريخ مملكة البحرين يشهد اليوم تحقيق منجز حضاري جديد مع فوز مدينة المحرق بجائزة الأغا خان للعمارة لعام 2019. وأضافت: معا نحتفي بهذا الفوز الذي نحققه بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به الثقافة من قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله، وبفضل التعاون البناء والحرص المشترك الذي نلمسه من كافة المؤسسات الرسمية، كما ويعكس هذا الفوز جهود سنوات طويلة من العمل المثمر لإعادة إحياء مدننا التاريخية القديمة وإعادة القيمة الحضارية المميزة لمملكة البحرين ليتعرف عليها العالم أجمع. وعلى هامش الحفل قام معالي الشيخ خالد بن عبد الله بالتجول في مسار طريق اللؤلؤ وزيارة بيت فتح الله نزل السلام المتفرع من مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، والذي افتتح في اكتوبر من عام 2019 بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويفتتح قريبا لاستقبال زوار مسار اللؤلؤ كأول فندق يقع ضمن هذا السياق.
تجسيدا للعمل المستمر والتعاون الوثيق بين المؤسسات الأهلية، ممثلة بمركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث والمؤسسات الحكومية الرسمية، ممثلة بهيئة البحرين للثقافة والآثار، تستعد الروح الأصيلة للمحرق، وما جائزة الأغا خان للعمارة إلا خير شاهد على ذلك. نحتفل بتسليم شهادات العاملين في جائزة الأغا خان برعاية كريمة من معالي الشيخ خالد بن عبد الله الذي شرفنا هذا الصباح في مركز زوار طريق اللؤلؤ، ثم أكملنا المسار في المحرق التاريخية التي نالت جائزة الأغا خان لهذا العام 2019 لمشروع إحياء مدينة المحرق بين المركز الأهلي مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث الذي يحتفل غدا بمرور 18 عاما على تأسيسه منذ البيت الأول. مشروع طريق اللؤلؤ الحلم الكبير، المشروع الوطني الذي دعمه صاحب الجلالة الملك المفدى منذ فكرة إنشائه ودراسته إلى أن بانت ملامحه تكتمل بمركز الزوار ببعض المباني التي شيدت إلى جانب مواقف السيارات التي ستتحقق هذا العام، ونأمل أن يكون نهاية 2021 المشروع مكتملا لكي يكون بنية أساسية لسياحة ثقافية واعدة. أرض المحرق خاصة والبحرين عامة زاخرة بالتراث والكثير من الشواهد على العمق الثقافي والحضاري للمملكة، فالمعالم الثقافية والتاريخية بنسيجها العمراني الأصيل كانت ولا زالت تمثل روحا ونتاجا لتطور جائزة الأغا خان للعمارة. مشروع المحرق من المشاريع المتميزة اللي فازت بجائزة الأغا خان، هو واحد من ست مشاريع فازت بالجائزة لدورة 2019. نعتبر إحنا المشروع بيمثل نضوج الجائزة وتطورها عبر 40 سنة، لأنه مشروع بيعبر عن أمور مختلفة، طبعا فيه تميز معماري وتميز في التصميم من جهة. فوز مملكة البحرين بواحدة من أهم وأقدم الجوائز المرموقة في مجال العمارة على الصعيد العالمي يؤكد أهمية الاستثمار في المقومات الحضارية والثقافية وإعادة إحياء وترميم المواقع التاريخية، والجهود سوف تبقى متواصلة عبر إنجاز ما تبقى من عناصر موقع طريق اللؤلؤ المسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو لتكتمل أيقونة إحياء مدينة المحرق.